اليوم شفت البرنامج حول القانون المالية 2022، كذلك التداعيات لهذا القانون على الطبقة الشغيلة وعلى كل الفئات الاجتماعية الأخرى. شفتوا معنا الآليات اللي مش تحب تمشي بها الحكومة هذه للفمي. هذه الآليات احنا كاتحاد عامة الشغل عندنا في قسم الدراسات معناها توضيحات وأن هذه الوثيقة المسربة حول التمشي للإصلاحات الكبرى بتونس معناها ما فيها ما يتقال، وهك علاش معناها جبنا أخصائي في هذا المجال وقدم معناها العرض، وبطبيعة الحال تشوفوا معناها من خلال النقاش مدى صحة توجهات الاتحاد لعامة الشغل. ما ثم حتى حاجة من يبدو سوجي تابو، يعني كل شيء يلزم يتحط على الطاولة نتناقش. كوتة الأجور مازم تكون عائق أمام التنمية في تونس، لكن مثلا باش نصلحوا راهو لازم تكون في إطار إصلاح شامل للوظيفة العمومية، ونتناقش ونشوفوا احنا فين الإشكالية. قدرنا زادة في نفس الوقت احنا نمنوا أنه ثم مشكلة تاع نمو في تونس، مادام مثلا مش نمو رأي الإشكالية هذه باش تبقى قائمة المؤسسات العمومية، ما لازمش تكون خاسرة، على الأقل لازم تقدم خدمات ذات جودة عالية، وما لازمش تكون خاسر، ما لازمش تكون عبء، لكن هذا الكل يلزم يكون في إطار يعني حوكمة رشيدة نعطيه الناس يعني اللازمين، على رأس نحطوا الناس اللازمين على رأس المؤسسات العمومية هذه، نعطيه الإمكانيات وبعد نحكم عليها. بالنسبة للدعم كيف راهو الدعم هذا يلزم مقاربة شاملة ومتمشي مرحلي. احنا المقاربة المتبعة من الحكومة هذه هي الرفع الأسعار بدون يعني الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي. احنا نسكن نجم نوصل للدعم، انا كما قلت لك راهو الدعم ثم 50% منه خارج العائلات، يعني هذه كلمة حق أريد بها باطل، يعني ثم ناس مثل انت تحكي على الدعم والزيت، اسكو المواطن يعني البنيفيسي مش ماشي لهذا الكل. احنا هنا نشوفه الزيت ماشي الناس اخرى، الليسانس ماشي الناس اخرى، الغاز جي بي ال الناس كل يعني مش ماشي للمواطن فقط، فهمني؟ هذا الكل يجب تحط على الطاولة بهدوء ونتناقشه والعقل انه مش نوصل ان شاء الله بعقلانية وان شاء الله نوصل حلول، يعني مش مشكلة. الاتحاد مش حاضر رد على الاتحاد مشغل، ان شاء الله الاتحاد مشغل سامحني نعود مرة اخرى، الاتحاد مشغل منظمة ديمقراطية فبني كيتراو نحذروا راهو يتعرض على الهياكل نتاعنا اون فوا تقع على البريد تاع الحكايه وقتها يخرج. انا بيدش قلت لكم قبلك راه اي حاجه مع اعلانات من اعلان تاع شنو هذونا راه يقوم بهم الاخ الامين عام بعد ما اجتماع المكتفي الاخ الامين عام شعب ندوه صحفيه ويقول ها هما ابرز الملامح ولا هاو القانون المالي نتاعنا وهاو فبني الرد نتاعنا على فبني صندوق النقد الدولي. وقت تقريبا دونك هاك شديت هاي. بعد هذيك بعد ما دونك نزور احسب فبني ان شاء الله يقع انفتاح نعيطوا للناس الكل باش فبني نتناقش احنا على الاقل باش نعملوا حاجه باش نعيطوا المجتمع المدني ونقولوا له اعطينا رايك بلكش احنا زاد عملنا اخطاء نصلحوا باش تنير كونت دوتر شوز دونك ثم حوايج. دونك 21 مكتب تنفيذي بعد 15 يوم نخرجوا بعد في التقع الفاليديسيون تاعو من الهيكل الاتحاد من تخرج الاشياء رؤيتكم للكل في كل مسائل